باش تعرف الكويزينيير ديالك واش كتشعل من الفوق ومن التحت العافيه في نفس الوقت ديال الفران، خاص ضروري يكون عندك هنايا جوج ديال المفاتيح ديال الفرن، جوج كيتحكموا في الفران. هاد لا مارك هادي ديال فرانك راه معروفه، هي الثمن ديالها شويه زايد ولكن بصراحه لا كاليتي ديالها زوينه كما كتشوفوا. هادو الشعلات ديالها من الفوق، حنايا مهتمين اليوم بالفرن. عندي هاد لي بوطون بثلاثه ديال الفران، هادي ديال لا مينوتري يعني على حسب الدقائق نتوما اللي غادي ديروا الوجبه ديالكم. هنا كما كتشوف هما جوج سوارت، هاد الساروت هذا الفوقاني هانت راه مدير لك الشريطه الفوق يعني كتعني النار من الاعلى، وهنا الشريطه من التحت كتعني النار من الاسفل. يعني في هاد لا كويزينير هادي اللي كتشوفوا معايا راه الفران كيشعل من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. ها نتوما كتبان لكم خلاص الغاز، هذا راه كويزينير اغاز، عندك النار ديال الفوق بوحدها والنار ديال التحت راه نورمالمون كاستري يعني ما كتبانش، هي دي الجهه التحتانيه. بحال هاد الكويزينير هادو راه ما غاديش تخافوا من القضيه ديال ان تشعلوا غير الفوق بوحدو ولا التحت بوحدو، كتشعل من الجهتين بجوج. اصدقائي كنتمنى باش الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، شكرا بزاف على تعليقاتكم، والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.